وأعرب شكري عن أسفه للجوء بعض وسائل الإعلام للفبركة ونشر أخبار غير صحيحة عن مصدر مستند إلى مصادر غير معلومة، مشيرا إلى أن تقرير بيست مصرية قصريا الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، فإن مصر لديها ميراث ثري في مجال حرية الصحافة، وتزخر بالمنابر الإعلامية المستقلة، وتستضيف عددا كبيرا من وسائل الإعلام الأجنبية من مختلف دول العالم. ويؤسفني من المحيا داء إعلامي يفتقر المهنية ويستند لمصادر يثبت أنها مفبركة ومكذوبة تحقيقا لأغراض سياسية أو بحثا عن السبق الصحفي. اسوى بما اتبعته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي الأسبوع الماضي في تقرير نشرته عن مصر، حيث ظهرت لاحقا الفتاة التي ادعى التقرير أنها تعرضت للاختفاء القسري والتعذيب، نافية صحة ما تناوله التقرير بشأنها.